بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قصف إسرائيلي على دمشق والسويداء ومقتل مدنيين بصاروخ دفاع جوي لقوات سلطة الأسد. قتلى وجرحى إثر اقتتال عسكري بينما تعرف بمجموعة أبو زيد حسانو التابعة لتجمع الشهباء وبين لواء عاصفة الشمال في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. اشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة في مدينة عزاز بين مجموعة أبو زيد حسانو التابعة لتجمع الشهباء ولواء عاصفة الشمال، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتعليق دوام المدارس والجامعات في المدينة ونزوح أهالي بعض المخيمات. عودة 6 أطفال كنديين إلى بلادهم من مكان احتجازهم في مخيم الروج الخاضع لسيطرة قسد شمال شرقي سوريا. بعد شائعات حول بيع لحوم فاسدة في بعض مناطق الشمال، محلي عزاز يطالب الجزارين بضرورة الذبح ضمن مسلخ المدينة. الدفاع المدني السوري يعلن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة أمس الاثنين بحادثي سير في ريف إدلب.